ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية. التفاصيل مع فيلا بنور. الكثير منكم قد سمع حتما بالمركبة الفضائية كوريوزيتي التي أطلقتها وكالة النازا في 26 نوفمبر 2011 باتجاه كوكب المريخ، لكن ربما بعضكم يجهل أن من بين الطاقم العامل على أكبر مشروع عرفته الإنسانية لحد الآن باحث فيزيائي جزائري يدعى نوردين ليكشي. مهمته مع باحثين آخرين هي دراسة كل المعطيات التي تصل من الكوكب الأحمر لمحاولة إيجاد عناصر حياة ولمعرفة أيضا إمكانية العيش به. لقد حط بنجاح على كوكب المريخ، كان يشتغل بفعالية وكانت بحوزتنا معطيات كبيرة، كما كان واجبا القيام بتحاليل معمقة ويومية. هنالك معطيات مثل كمية الأكسجين والتي أصبحت متعارفة لدينا. الحلم يتحقق إذن لواحد من أبناء أثنية ببومرداس، أين ولد نوردين مليكشي في سنة 1958. بعد طور الابتدائي والمتوسط التحق بثانوية عبان رمضان بالحراش ليحصل بتفوق على شهادة البكالوريا، ليتخصص بعدها في الفيزياء قسم الضوء والبصر بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، حيث نال الماجستير فالدكتوراه قبل أن يحصل على بحثة إلى لندن. لست الوحيد الذي حظي بهذا المسار العلمي. ليس من الضروري الوصول إلى المريخ كي نكون متفوقين. تكويني بالجزائر منحني الكثير واستفدت من أساتذة كبار، وبفضلهم وصلت إلى مبتغاي. استقر البروفيسور مليكشي منذ أكثر من 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية. سجل له لحد الآن أكثر من 14 براءة اختراع لأجهزة وألياف بصرية متطورة. نال هذا الباحث الجزائري عددا كبيرا من الجوائز، وتقديرا لجهوده في بعثة كوريوزيتي عين مؤخرا من قبل حاكم ولاية ديلاوير كسفيرا لكوكب الأحمر.